مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، استشارات ريال استيت في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم معاكم عن مول أوداز في منطقة الحي المالي. هنبدأ بالنسبة للمطور العقاري شركة دي جيتس ديفلوبمنتس، ديت يعني من سابقة الأعمال بتاعتها. هي عندها مجموعة كبيرة من الأبراج السكنية في القاهرة الكبرى، وعندهم شركة يونايتد عرب للمقاولات، والأونر للمصنع عرب ستوب للرخام، وهم يعني كانوا داخلين شراكة مع الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة لمشروع كاتالان في منطقة الار 7. الجهاز المركزي للمحاسبات هو الأونر للأرض، وشركة جيتس هي المطور العقاري للمشروع. اللوكيشن بتاع المول في منطقة الحي المالي على الشارع المؤدي للمطار، الشارع المؤدي للمطار، والواجهة بتاعته على الشارع اللي هو بيوصل لفندق الماسا. بالنسبة للمبنى، هو عبارة عن تجاري إداري طبي، عبارة عن 2 بيزمنت وأرضي وسبع أدوار متكررة. هو عبارة عن 2 مبنى، مبنى A ومبنى B. مساحة المشروع أو مساحة الأرض على 4 فدان حوالي 16800 متر. المول مكون من 2 مبنى، كل مبنى على 2 فدان، النسبة البنائية على 30%. بالنسبة طبعا للتجاري بيكون في الدور الأرضي والأول لمبنى A وB. الإداري والطبي بيبدأ من الدور الثاني لحد الدور السابع. بالنسبة لمبنى A بيبقى الأدوار من الثاني لحد السابع بيكون طبي، مبنى B من الدور الثاني لحد السابع بيبقى إداري فقط. المساحات بتبدأ التجاري من 19 متر وبتوصل لحد 70 متر، بالنسبة للإداري والطبي بتبدأ من 52 متر وبتوصل لحد 98 متر. ده في الدور السابع والسادس. اوكي، طبعا حاليا المفتوح في البيع التجاري مفتوح في مبنى بي، الوحدات التجارية. بالنسبة للإداري والطبي مفتوح في الأدوار السادس والسابع في مبنى A وB. الخدمات بيكون طبعا كل مبنى فيه حوالي 5 أسانسيرات، الباركينج بيكون حوالي فيه 400 سيارة، كل مبنى بيبقى فيه 2 سلالم متحركة. بالنسبة للمول بيبقى دبل فيس، كل الوحدات واخدة واجهة. الاستلام بيبدأ في 2022. بالنسبة للتجاري، التشطيب الداخلي بيكون بدون تشطيب، الإداري والطبي بيكون تشطيب كامل سوبر لوكس. التقسيط بيبقى فيه نظم سداد مقدم 10%، ووقت الاستلام بيبقى فيه دفعة 10% والباقي على 7 سنين. بس مهم جدا لحضرتك لحد الاستلام تكون دافع حوالي 26% في أول سنتين، وباقي الأقساط بتكون على ال7 سنين حوالي 54%، اللي هي ال5 سنين المتبقية بعد الاستلام. بالنسبة للمصاريف الإضافية، بيكون في وديعة صيانة 10%، دي بتدفع بالتقسيط لحد قبل الاستلام ب6 شهور، أو ممكن تدفع وقت الاستلام، مفيش أدنى مشكلة خالص يعني. الأسعار بالنسبة للتجاري في الدور الأرضي بيبدأ من 60 ألف وبتوصل لحد 120 ألف جنيه للمتر. بالنسبة للتجاري في الدور الأول بيبدأ من 45 ألف وبتوصل لحد 90 ألف جنيه. وبالنسبة للإداري والطبي في الدور السادس بيبدأ من 35 ألف لحد 55 ألف، والإداري والطبي في الدور السابع بيبدأ من 27 ألف وبيوصل لحد 37 ألف. يعني هي دي تعتبر نبذة كده شبه مختصرة عن المول. لو حضراتكم عندكم أي استفسارات خاصة بمول أوداز، أو محتاجين تفاصيل أكتر عنه، أو البروشورز الخاصة للمشروع، تقدروا حضراتكم تبعتولي من خلال اللينك الموجود في الديسكريبشن أو الوصف. مجرد حضرتك بتضغط عليه بيوصلك تلقائيا على الواتساب الخاص بيا، ده لو حضرتك فاتح من الموبايل، أو رقمي موجود قصادكم على الشاشة تقدروا تكلموني في أي وقت.
كان معاكم محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، وشكرا جزيلا بحسن الاستماع.